أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تحافظ على قوة الدفع اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد بما يحافظ على معدلات التشغيل المرتفعة، كما شدد الرئيس السيسي على أن الدولة تبذل جهودا لضمان قدرتها على حماية الأمن الغذائي وأمن الطاقة للمواطنين رغم الظروف العالمية الصعبة في هذين المجالين. أننا نبذل أقصى ما في الجهد والطاقة للتخفيف من آثارها على أبناء شعبنا. مع الحفاظ في ذات الوقت على قوة الدفع اللازمة على قوة الدفع اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد، بما يحافظ على معدلات التشغيل المرتفعة، ويضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي وأمن الطاقة للمواطنين رغم الظروف العالمية الصعبة في هذين المجالين.